إذا نمر لسلطنة عمان الأخ علي بالنسبة للبند السادس والتاسع والبند السادس عشر. البند التاسع، نعم، تفضل شكرا تفضل. شكرا استاذ احمد على هذا التقديم. ان شاء الله اليوم راح نشوف وجه جديد باذن الله. الاستاذ امل الحميمي اللي هي معي في مواصفات الضعيف راح تقدم هذه البنود ان شاء الله، تعرف بنفسها باذن الله تعالى وتكون شير من معاها ويكون معاها كلمه باذن الله. تفضلي امل، معك كلمه. مرحبا مرحبا أستاذة أمل، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم شكرا السلام مهندس أستاذة علي، أمل. شكرا أستاذ أحمد، السلام عليكم جميعا. إن شاء الله راح أقدم البنود 6 و 9 و16 من أجندة الاجتماع باللجنة، الخاص باللجنة الملوثات الأرضية. إذا ممكن أعمل الشير من عندي ولا ما يصير؟ طبعا اكيد اكيد اخت هاجر، لو ممكن اتس اوكي تفضلي. واضح الحين؟ واضح واضح واضح. البند السادس من أجندة الاجتماع اللي هو خاص بخطط أخذ العينات لميثيل الزئبق في الأسماك عند الخطوة رقم 4، الوثيقة رقم CXCF 24176. باك جراوند، الخلفية لما تم مناقشته في الاجتماعات السابقة لهذه اللجنة فيما يتعلق بأخذ العينات لمثيل الزئبق في الأسماك. في الاجتماع 11 لهذه اللجنة في 2017 تم مناقشة فيما يتعلق بالتقدم في الحدود القصوى لمستويات مثيل الزئبق في الأسماك، وحددت اللجنة أنه ينبغي أن تكون مصحوبة بخطط أخذ العينات. في الاجتماع 12 في 2018 تم مناقشة مسودة خطة أخذ العينات المصاحبة للحلول القصوى المقترحة لمختلف أنواع الأسماك، ووافقت اللجنة على إرسال المشروع إلى اللجنة المعنية بطرق أخذ العينات والتحليل لإقراره وطلب المشورة فيه. في الاجتماع 13 لهذه اللجنة في 2019 تم تأجيل خطة أخذ العينات المعتمدة للموافقة عليها، وذلك بسبب عدم وجود اتساق مع خطط أخذ العينات الأخرى الموجودة في المعيار العام للملوثات في الأغذية CX193. في الاجتماعين 14 و15 من هذه اللجنة 2018 و2022 تم الاتفاق على المضي قدما في تطوير خطة أخذ العينات. طبعا مقترح خطة أخذ العينات تلوث الأسماك بميثيل الزئبق كان يشتمل المقترح على عدد من البنود التي يجب تضمينها في المقترح، منها التعاريف وهي خاصة بالدفعات والعينات وطرق أخذ العينات والعينات التي يتم اختبارها، أيضا منهجية جمع العينات والأساليب التحليلية، تقسيم الدفعات طبعا إلى دفعات فرعية، أيضا كذلك تحديد العينات التي يتم سحبها بناء على وزن الدفعة، والختم والتمسيم، وأيضا تحضير العينات بما يضمن تجانسها طبعا بناء على الأنواع وبناء على أوزانها. في هذه الشريحة يتم تحديد العلاقة بين الوزن اللوت ويت والنمبر أوف سامبلينج، كل ما كان اللوت ويت أكبر كل ما كان السامبلينج نمبر أكبر، فهي علاقة بينهم طردية. طبعا هناك في مينيمم لابوراتوري سامبل ويت يجب الاعتماد عليه عند سحب العينات. منهجية أخذ العينات مبنية على هي التيشو أريا أند هيموجينيزيشن، وأيضا مبنية على الويت أوف ذا السمكة نفسها، يعني الكمية التي يتم تحديدها بناء على وزن السمكة، وأيضا يتم أخذ من مناطق مختلفة
من أو أجزاء مختلفة من جسم السمكة، وذلك يعني ضمان بحيث أن تكون كل العينة ممثلة، ويتم خلطها وتجانسها لضمان النتائج تكون دقيقة ويعني ممثلة يعني الداتا المطلوبة. الكومنت اللي كانت طبعا إنه في كان 7 دول ومنظمات اللي هي مثلا كندا ومصر والاتحاد الأوروبي واليابان والبيرو والمملكة العربية السعودية وتايلاند استجابت للرسالة الدورية التي تم نشرها في عام 2022 رقم 47 CF، و4 دول أعضاء مثل البرازيل وكندا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية علقت حول خطط العينات المقترحة، وجميعهم اعتبروها يعني مقبولة ولم تكن هناك أي اختلافات عليها. أحد الأعضاء شارك بإرشادات تفصيلية للتعامل مع المأكولات البحرية والتي تتضمنت جدولا تفصيليا لحجم الأنواع الرئيسية. طلب طبعا من أعضاء مجموعة العمل الإلكترونية تقديم بيانات دقيقة للتأكد من حجم من الفئات الحجمية المناسبة للأسماك، طبعا لتوحيد الجهود وتحليل أحجام الأسماك. طبعا كان هناك في تحدي، لم تكن معلومات يعني متاحة إلا بالنسبة لأنواع معينة من أسماك التونة، وبالتالي طبعا هناك معناته في فجوة كبيرة في البيانات المتعلقة بالأنواع الأخرى. لم يتم تقديم معلومات حول النطاقات الحجمية النموذجية للأسماك التي تم حصادها تجاريا والتي يوجد لها حدود قصوى في الكودكس، وبالتالي هذا يؤكد أن البيانات المتاحة غير كافية. الاعتبارات العامة التي يجب وضعها في الاعتبار أنه يعد إنشاء خطة واضحة لأخذ عينات جميع أنواع الأسماك الأربعة هو تحدي كبير. هناك فروق حجمية كبيرة داخل وبين أنواع الأسماك أو المجموعات السمكية التي تم تحديد حدود قصوى لها في الكودكس، وأيضا هناك نقص في البيانات حول توزيع الزئبق عبر أجزاء الجسم المختلفة للأنواع. لمجموعة العمل الإلكترونية لابد أن تضع في يعني في الاعتبار خيارين، إما أن يتم قبول خطة أخذ العينات الحالية ويتم مراجعتها خلال 4 إلى 5 سنوات، أو أنه يتم تأجيل تطوير خطة أخذ العينات لمدة 4 إلى 5 سنوات نظرا لعدم وجود يعني البيانات الكافية. التوصيات في هذه اللجنة يمكن أو في هذا البند يمكن لوفود الدستور الغذائي العربي أن تقترح إضافة فئة جديدة للأسماك التي يتراوح وزنها من 1 إلى 10 كيلوغرام لتحسين دقة بيانات الزئبق في خطة أخذ العينات. أيضا قد تدعم الوفود العربية اعتماد القرار في الخطوة 5 لإتاحة الوقت لمعالجة أي ثغرات متبقية. وكذلك أيضا يمكن أن تتعاون وفود الدستور الغذائي العربي في تبادل بيانات حول مثيل الزئبق في الأسماك الإقليمية مع التركيز على النوع المعينة مثل التونة وسمك القرش، مع ملاحظة أن الفنسيو والمارلين وأورانج روجي وثعبان البحر الوردي أقل أهمية بالنسبة لمصائد الأسماك العربية. هذا طبعا ما كان يتضمنه البند رقم 6. شكرا، شكرا جزيلا الأخت أمل، عفوا أستاذ، شكرا جزيلا. نستكمل خلينا الاستعراض 9 و نستكمل باقي البنود وبعدين نرجع للمداخلات. نمر البند رقم 9. أيوة لحظة. أوكي. البند رقم 9 الخاص بقواعد الممارسة والمبادئ التوجيهية للوقاية أو الحد من التسمم بالسكواتيرا في الخطوة رقم 4 الوثيقة رقم CXCF 24179.
هنا طبعا نظرة عامة عن ما هو المقصود بالسكواتيرا، هي عبارة عن سموم تنتج عن تناول بعض الأسماك والمأكولات البحرية بعض الأنواع من الطحالب في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وفي بعض المناطق من جنوب المحيط الهادئ والمحيط الهندي والبحر الكاريبي. طبعا يتم تتراكم هذه السموم في الأسماك أو في الأنواع الثانية من المأكولات البحرية. يتم إنتاج هذه السموم القابلة للذوبان في الدهون عن طريق نوعين من الطحالب. طبعا في السابق كان يقتصر وجود هذه يعني الحالات في المناطق اللي هي تكون يعني اللي موجود فيها هذا النوع من السموم، لكن في حاليا بسبب التجارة العالمية فإن يعني الحالات توسعت وأصبحت منتشرة بشكل كبير. طبعا اللي يعتبر التسمم بالسكواتيرا هو يعني خطير جدا، حيث أنه يتسبب في إصابة حوالي 50,000 حالة تسمم سنويا، 1% منها هو مميت. وطبعا يمكن تأثيراتها تظل في الجسم مدة أسابيع أو ممكن حتى سنوات. في الاجتماع الـ CCF15، الاجتماع الـ15 لهذه اللجنة، وافقت اللجنة على إنشاء مجموعة عمل إلكترونية برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة الاتحاد الأوروبي لإعداد ورقة مناقشة حول وضع مدونة ممارسات أو مبادئ توجيهية لمنع وتقليل التسمم بالسكواتيرا، مع الأخذ في الاعتبار العمل السابق الذي قامت به منظمة الأغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. الهدف طبعا هو عرض القضايا الأساسية وأساليب الوقاية أو الحد من الفجوات المعرفية والتحديات المستقبلية الخاصة بالسموم السكواتية والتسمم بالسكواتيرا. في الاجتماع الـ16 لهذه اللجنة، عدت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية تقرير يتضمن معلومات حول التسمم بالسكواتيرا، يتضمن تقييم السمية وتقييم التعرض والتوزيع الجغرافي وطرق الكشف والقياس الكمي ومبادئ التوجيهية لتطوير آليات إدارة المخاطر. تم مناقشة مقترحات مجموعة العمل الإلكترونية بدء في العمل على وضع مبادئ التوجيهية للوقاية أو الحد من التسمم بالسكواتيرا، وإرسال وثيقة المشروع إلى اللجنة CAC46 الموافقة عليها، وإنشاء مجموعة عمل إلكترونية برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة فرنسا وأسبانيا وبنما لإعداد مقترح مبادئ التوجيهية المقترحة للتعليق عليها والنظر عليها فيها من قبل هذه اللجنة في الاجتماع القادم 17. طبعا في المقترح المعد من مجموعة العمل الإلكترونية مناقشته في اجتماع اللجنة القادم، سوف تناقش اللجنة CCF مقترحات مجموعة العمل الإلكترونية الخاصة بمدونة الممارسات المستقبلية فيما يتعلق به في حالة عدم الاستعداد للتقدم لتحديد القضايا الرئيسية والتي تحتاج إلى مزيد من الدراسة من أجل المضي قدما في تحديد مدونة قواعد الممارسات، فإنه يمكن اعتبار مدونة قواعد الممارسات كما وردت في تقرير مجموعة العمل الإلكترونية، ويتم التحديد على ضوءه مدى الاستعداد للتقدم الخطوة القادمة. انا بقطع الدكتور أيمن مش مهم خالص. طبعا مجموعة العمل الإلكترونية كان عندها نهج تم اعتماده للعمل عليه. قام رئيس مجموعة العمل الإلكترونية يعني بالتعاون مع النواب بإعداد مسودتين لمدونة قواعد الممارسات، وتم تقديمها إلى الأعضاء للتعليق عليها. طبعا هنا تم استخدام منتدى الكودكس لجمع هذه التعليقات والملاحظات على المدونتين،
وتم دعوة الأعضاء لتقديم المراجع والمعلومات الإضافية فيما يتعلق بإعداد هذه الوثيقة، والنظر فيما إذا كان يجب إكمال مدونة قواعد الممارسات كمدونة أو كإرشادات، يعني guidelines. طبعا مجموع يعني أو أبرز الملاحظات التي وصلت لمجموعة العمل على هذه المدونتين كانت طبعا مثل ما هي مستعرضة هذه، واللي في الشق الأيسر هي الملاحظات التي وردت إلى اللجنة، وفي الشق الأيمن رد اللجنة على هذه الملاحظات. مثلا ضرورة ذكر جنس نوع معين من الأسماك لم تفهم بالكامل وإسهام في التسمم بالسكواتيرا ليس مفهوما تاما، هذه كانت ملاحظة. طبعا هناك كان اتفاق عام بأنه من المفيد البقاء على ذكر هذا النوع في مدونة قواعد الممارسات. استخدام أنماط الهجرة في تطوير خرائط الطحالب السامة والأسماك، كان رد رئاسة المجموعة أنه تم تضمين بيان عام بأن المعلومات المتعلقة بالهجرة قد تكون مفيدة لخرائط معقدة. ذكر تفاصيل حول الطرق التحليلية، طبعا هناك اتفاق عام لا ينبغي تضمين قائمة من الطرق المحددة، وأفكار حول الأنشطة البشرية التي تتضمن التأثيرات على انتشار اللي هو CB اللي هو يقصد فيها ال سيكواتيرا البويزنينج. هناك اتفاق عام على ضرورة تضمين بيان عام ويمكن المسؤولين الحكوميين تحديده، تضمين قائمة من الكائنات البحرية المعروفة أو مشتبه في ارتباطها بهذا النوع من التسمم في مدونة قواعد الممارسات. وهناك وافقت اللجنة أو مجموعة عمل إلكترونية بأن يكون هناك ملحق يتضمن جميع هذه التفاصيل. ما خلصت إليه مجموعة العمل الإلكترونية أنه يمكن أن يكون تطبيق مدونة قواعد الممارسات مناسبة لتحقيق الأهداف، وينبغي أن تتضمن مدونة قواعد ممارسات قائمة بالكائنات البحرية المعروفة أو المشتبه في ارتباطها بسكواتيرا بويزنينج، بالإضافة إلى إشارة إلى أنواع الطرق العامة المناسبة لاختبار السموم الناتجة منها بدلا من قائمة بالطرق التحليلية المحددة. أبرز التوصيات تناولت مجموعة العمل الإلكترونية جميع الجوانب المتعلقة بال CB سيكواتيرا بويزنينج بما يتعلق بالسياق والأثر الصحي والنهج في الوقاية أو التقرير وملخص الإجراءات اللازمة. يجب تضمين أن يتضمن قائمة مخزونية لأنواع الأسماك المعروفة بتراكم السموم، بالإضافة إلى إشارة إلى أنواع الطرق العامة التي يمكن تطبيقها في اختبار السموم الناتجة عن هذه عنها، وبدلا من قائمة الطرق التحليلية المحددة. مشكلة تناول الأسماك الملوثة بهذه السموم قد انتشرت في مجموعة واسعة من البلدان نتيجة لتجارة الأسماك والتغير المناخ، يمكن أن يشكل خطرا للبلدان العربية. هذه أبرز التوصيات التي يمكن الأخذ فيها. شكرا لكم. نستكمل البند 16 أستاذ أحمد. تفضلي تفضلي أخت أمل، تفضلي. واضح. البند 16 من جدول الأعمال الخاص بمناقشة ورقة مناقشة حول وضع مدونة ممارسات لمنع وتقليل تلوث الكادميوم في الأغذية. طبعا هذا الباك جراوند لما تم مناقشته في الاجتماعات السابقة حول وضع مدونة ممارسات للوقاية والحد من تلوث بالكادميوم في الأغذية. في الاجتماع الجيكفا 77 كان 2013 قامت لجنة الجيكفا بتقييم التعرض الغذائي للكادميوم ومنتجات الكاكاو بناء على طلب ناشئ عن الدورة السادسة للجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية في 2012. في الاجتماع 91 للجيكفا في عام 2021 توصلت الجيكفا إلى أن أكثر أنواع الأغذية
فئة التعرض للكادميوم هم الحبوب ومنتجات الحبوب والخضروات والمأكولات البحرية، في حين أن تعرض المنتجات الكاكاو كانت طفيفة جدا، تتراوح بين 0.1 إلى 9.4%. في الاجتماع 15 للجنة الملوثات في الأغذية في عام 2022، اعتمدت اللجنة الحدود القصوى للكادميوم في الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة التي تعلن على احتوائها بنسبة المواد الصلبة للكاكاو أقل أو أكثر من 70%، ومسحوق الكاكاو 100%، بالإضافة إلى مدونة ممارسات لمنع وتقليل تلوث الكادميوم في حبوب الكاكاو. في الاجتماع 16 لهذه اللجنة، تم الاتفاق على أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإعداد ورقة مناقشة حول مدونة ممارسات محتملة لمنع التلوث بالكادميوم. ما هي المعايير الأساسية التي تم وضعها لتحديد الأولويات العمل؟ صممت بناء على حماية المستهلك، حماية صحة المستهلك، وخفض نسبة تعرضه للكادميوم، أيضا بحيث أنها لا تشكل على التجارة العالمية وتكون يعني متوائمة مع التوجهات العالمية، النطاق والأولويات، وكذلك أن تكون متسقة مع استراتيجيات وأهداف العامة لهيئة الدستور الغذائي. الاستراتيجية شاملة لخفض الكادميوم في مدونة قواعد الممارسات المقترحة، تشتمل على مصادر الكادميوم والتعرض له، يتم تحديد إيش هي مصادر الكادميوم، وسواء كانت الطبيعية أو عن طريق الإنسان أو من مصادر أخرى من الغذاء، الوثائق الدستور ذات العلاقة، واللي هي المعنية بتحديد maximum residual limit للكادميوم في المنتجات الغذائية، الممارسات الموصى بها الجي اي بي والجي ام بي، وايضا الصناعات الغذائيه وممارسات المستهلك التي يكون لها تاثير على خفض نسبه الكادميوم، وكذلك ايضا استخدام وانتاج المنتجات التعبئه والتغليف والتخزين، يجب مراقبه هذه جميع هذه البنود. طبعا التوصيه التي يمكن الخروج بها من هذا البند، تدعم وفود الدستور الغذائي العربي تطوير مدونة قواعد ممارسات لمنع أو تقليل تلوث الكادميوم في الأغذية، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك معلومات كافية متاحة عن مصادر الكادميوم وطرق التخفيف أو خفض نسبة التعرض له. تدعم وفود الدستور الغذائي تطوير الملاحق التي يمكن أن تحتوي على توصيات خاصة بالسلع الغذائية الأساسية، والتي من المحتمل أن تتضمن مدونة قواعد ممارسات معنية بمنع وتقليل تلوث الكادميوم في حبوب الكاكاو. ومع ذلك فإن المزيد من النقاشات والدعوة للتعليقات قد يعني تعطي توضيحا أكثر لهذه النقاط بشكل عام. شكرا لكم، هذه كانت التوصية بالنسبة لهذا البند. شكرا أخت أمل، عفوا أستاذ، شكرا جزيلا، شكرا على هذا العرض المفصل وما قصرتي صراحة، يعني كان عرض رائع جدا، ولو ممكن نفتح المجال لو في أي تفضلي دكتورة وئام أو لا الأخ علي، تفضل أخ علي. نعم، شكرا جزيلا أستاذة أمل على التقديم، وطبعا ندعم ما تم وجود من توصيات في هذا الجهد، وطبعا كل شكر وتقدير للخبراء في المبادرة العربية على دعمهم لنا لا محدود، ولو في أي استفسار أو أي توضيح احنا ممكن نجاوبكم عليه، تفضلوا. شكرا جزيلا. طبعا نحب يكون عندكم تفاعل مع العروض التي تقدم، ونحب كذلك نأكد على أهمية مشاركة في هذه الاجتماعات، لأن صراحة تقييم أداء المبادرة العربية للدستور الغذائي مبني على مشاركة الدول في اجتماعاتها، وطبعا لو كان في أي دعم من قبل المبادرة العربية للدستور الغذائي للدول العربية، فسوف تعتمد أساسا على مدى مشاركتها في الاجتماعات وتفاعلها مع الاجتماعات، ده من ناحية التقدم والتطوع لتقديم عروض وتحليل لبنود جدول أعمال الاجتماعات
لجان الدستور الغذائي، او كذلك من حيث المشاركه والتفاعل معنا في هذه الاجتماعات، ولا ننسى كذلك المشاركه في الندوات الاقليميه التي ننظمها مع السي سي افريكا والسي سي لاك. فنتمنى ان شاء الله تكون مشاركتكم فاعله، لان هذا هو خدمه للمصالح المشتركه، خدمه لكم بالدرجه الاولى. المبادره العربيه للدستور الغذائي هي مبادره تم اطلاقها لخدمه الدول العربيه. يعني الان احنا مسخرين ما شاء الله خبراء من دول مختلفه، خبراء من مستوى يعني صراحه مستوى عالي جدا، لا يترددون في التعاون معنا. فنحب انهم يعني يلقوا تجاوب معكم، وطبعا لو كان في اي تطوع لتقديم او تحليل برنامج دور الاعمال مستقبلا فهم موجودين لمساعدتكم. فنتمنى ان شاء الله ان تكون عندكم، يعني احنا مش شرطين يعني لازم تكون عندكم درايه موسعه باعمال لجان فريق الدستور الغذائي، بقدر ما احنا حابين انكم تكون عندكم يعني القدره على التقديم، القدره على الاستيعاب، قدرة على يعني يكون عندكم حضور قوي في الاجتماعات الدستور الغذائي. فهذا هو هدفنا، يعني هدفنا أساسي في بناء القدرات وتأهيلكم لكي تكونوا حاضرين في الاجتماعات. وما شاء الله لو لاحظتوا في الاجتماعات الأخيرة وحتى في الكاب، يعني لما الاجتماعات الهيئة الدستور الغذائي، فأصبح التفاعل والتواجد الدول العربية تواجد يعني إيجابي. حسينا بأن هناك يعني حتى من، وهذا كان رأي الرئيس الكودكس يعني ستيف، قالها، قال بأن الدول العربية حسينا بأن هناك تفاعل، هناك تجاوب، هناك حضور، هناك مشاركة. فأتمنى إن شاء الله أنه الاجتماعات القادمة تكونوا حاضرين. لو عندكم أي مشكل في إحنا ليش عملنا الواتساب وعملنا الإيميل؟ الواتساب أي شيء بعثناه على الإيميل نحطه على الواتساب، لو في شيء حكينا على الواتساب واتضح أنكم لم تتوصلوا به عن طريق البريد الإلكتروني، تواصلوا معنا وإن شاء الله نحل المشكل لو في إشكالية في البريد الإلكتروني، لأن يعني أحيانا بعض الأمور أو بعض الإيميلات يتم رفضها من سيرفرات الدول. وهذا عادي طبيعي كما هو الشأن بالنسبة للسعودية، فعندنا مشكل أن الإيميل اللي كتروح من الايسمو.org يتم رفضها من قبل السيرفر الخاص بهيئة الدواء والغذاء، وبالتالي فإحنا بدأنا نتواصل معهم من خلال الهيئة السعودية لمواصفات والمقاييس والجودة. أنا الآن جاني بريد من الأخ ممثل الجمهورية الجزائرية يقول بأنه عنده مشكل في استلام الدعوات والتواصل معنا. هذا المشكل إن شاء الله سوف نحله. وكذلك عندنا غياب ممثلين من دولة الكويت ومن دول أخرى، فنتمنى إن شاء الله أن يكون هناك تجاوب، وأنا سوف أعمل على التواصل مباشرة مع الإخوة نقاط الاتصال في هذه الدول حتى نحل هذه الإشكالية. نفتح المجال أخت حنان، تفضلي. شكرا استاذ احمد، انا اشكر الاخت دكتوره امال من العمان. انا مصر بتايد كل التوصيات اللي تم استخراجها من المستندات اللي تم عرضها من خلال، لانها كلها توصيات منطقيه ولازم كل الدول العربيه فعلا تايدها. ده طبعا بعد سنة. شكرا. شكرا مهندس حنان، شكرا جزيلا. في أي حد عنده رأي أو ملاحظة أو تعليق أو استفسار؟ الأخت سونيا تفضلي. الأخت سونيا تفضلي، كلمة لك. السلام عليكم مرة وعليكم أخرى. السلام. طبعا أسفة لأنه منذ قليل يمكن فتح عندي المايك أو الكاميرا من دون ما أشعر، لكن والله أنا كنت وزميلي حاضر معانا في الاجتماع كنا بنتحدث على نقطة أنا شفتها إنه هي very valid، ولكن يمكن ما يكونش الآن مجال للتناقش فيها، وهي إنه نحن لما نحضر هذه الاجتماعات نلاحظ أهمية هذا التبادل بيننا وبين بعض من ناحية الآراء، آراء الدول واللي مبطن فيها الآراء العلمية حول مختلف المواصفات. فكان بودنا إذا في آلية أو نقوم بتجربة إنه نجتمع قبل الرد على السيركولار على التعاميم. أحيانا نحن نعرف أنه مثلا كل لجنة بترسل التعاميم وتطلب الإجابة عليها في أوقات معينة، مثلا في 15 مارس، في 15 مارس كان ديدلاين لمجموعة من التعاميم. فأنا I wonder، يعني أفكر مع نفسي ما هي الفائدة الأعظم؟ الفائدة الأعظم يمكن إن إحنا في مواضيع معينة مثلاً
نفس الزيوت المرة اللي فاتت. يمكن الاجتماع عند التعاميم، لما التعاميم تكون في أشياء نعرف راح يكون عليها تصويت، مثل الزلباتيرول. كنا نتمنى لو كان في راوندز للمناقشات العلمية قبل ما تكون في راوندز للمناقشات اللي تأخذ أكثر صبغة نوعا ما قرارية يعني. فهذه كانت الملاحظة، لو تفكر فيها المبادرة أو يتم تجربتها حتى لمرة واحدة عشان نشوف مدى فعاليتها. وشكرا ومتأسفة مرة أخرى. شكرا سونيا، سوف ناخذ ان شاء الله بهذه الملاحظه وبهذا المقترح وراح نناقشه في اطار المبادره العربيه السوريه الدائمه ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا اخت سونيا. كلمه للبروفيسور سامويل، تفضل. شكرا شكرا أستاذ أحمد، وشكرا للمهندسة سونيا على التعليق. أردت فقط أن يعني أذكر أنه التعليق والمقترح يعني مقبول جدا، ونحن نريد أن نمضي قدما في تحقيقه إن شاء الله. سونيا كما ترين يعني نحن نمضي تدريجيا حاليا في عملية بناء قدراتنا، وأيضا في عملية تحسين عمليات التنسيق في المنطقة العربية بريادة الأستاذ أحمد، وأيضا بالتعاون مع المنسق الإقليمي إن شاء الله. ف يعني سابقا خاصة في المسائل التي اقتضت التصويت مثل زيلباتيرول، عقدنا كذا جولة من المحادثات ومن التقديمات العلمية حول أساس مثلا التقييمات العلمية لجاكفا للاتحاد الأوروبي لمختلف الدول الأخرى، فهذا حاولنا قدر الإمكان القيام به. لكن طبعا أنا أتفق معك على أنه يجب علينا أن يعني ننمو في عملية التنسيق، خاصة في عملية التعليقات على السيركولر ليترز في الوقت المطلوب. وإن شاء الله في السنة المقبلة وفي الفترة القادمة سنبدأ بذلك، طبعا تحت ريادتكم وأيضا بمساعدتكم وبأخذكم دور ريادي اعتمادا على الخبرات الموجودة في مختلف الدول ومشاركتها في مختلف اللجان الفنية. فشكرا على الاقتراح.